شو في منصور؟ ليش رجعت اجيت؟ اطلع من هون يلا. الحق معك، اذا بتقلعيني وبتسبيني كمان وبتقتليني عندك حق. مريم ليكي قولي اللي بدك يا عني، بس لا تخبي عني هالشي. قصدي بنتي خبريني عن المكان اللي فيه زينب. بنتي وينها يا مريم؟ موجودة هون؟ الله يخليكي خبريني، أنا ما بدي أي شي تاني. هلأ رجع عقلك لراسك؟ أنا ما عاد عندي شي إلك يا بنوب، روح لاقي بنتك لحالك. أمي حبيبتي، شو كيفك هلأ؟ واقف هون. بعدين لما اجى علي على المشفى صار في حادث صغير، اتهموني اني حاولت اقتله لعلي وزتوني بالحبس. ما بتعرف يلي مرقت فيه بنوب، انا وزهرة كانت حالتنا صعبة، انا بالحبس وبنتي عم تموت بالقصر، كنت مجبورة اعمل اي شي مشان اكون واقفة جنبها، والطريقة الوحيدة اني وافق على عدنان. بروح بقوس عزت يا اغا. لا رح نمشي. لوين بدنا نروح يا اغا؟ لعند فؤاد. عزت، أنا ما تخليت عن حبي لك أبداً، بس كنت فاقد الأمل بكل شيء. قالوا لي إنك متت، أمك راحت زارت قبرك، يعني أنت ما أنك موجود وما راح ترجع. تخليت عن حالي وقت سمعت بخبر موتك، روحي تركت جسمي وطارت، ما ضل عندي شي اسمه حياة، كل شي عملته كان مشان زهرة، مشان اقدر كون جنبها، كنت مجبورة. أنا ما متت بالعراق، بس لما شفتك عم تتزوجي من عدنان متت. انت قتلتيني عزت، وما ضل شي نحكي فيه.
ستي لورين، ستي لورين. شوفي فاطمة، أنا بدي أقول لك شغلة بخصوص بهية. غانم آغا. بالأول ردي على التليفون فاطمة. يلا يا فاطمة ردي على التليفون هالمرة. يلا ألو، مين معي؟ فاطمة ليكي، أنا بهية. لا يا فاطمة، أنا ماني بإزمير. هلأ اسمعيني كتير منيح، لا تحسسي حدا أنه أنا المتصلة. رح قلك هلأ وين قاعدة، تحملي حالك وبتجي بسرعة. بدك الصراحة، أنا تفاجأت بشوفتك عنا يا سيد عدنان. أجيت لأقدم لكم عرض. شو هذا العرض بقى؟ العرض إذا بتقتلوا عزت أنا بعطيكم الخانم. تضرب عصفورين بحجر واحد هيك لكام؟ أصلاً نحن كمان يا سيد في عنا حساب قديم مع عزت لازم يتسكر على الآخر. طيب وين منلاقيه؟ أنا بخبركن وبتخلصوا المهمة. أمي أنتوا شو عملتوا؟ حكيتوا مع بعض؟ خالتي الله يخلي لنا إياكي، أنتي درتي بالك على بهية خانم، بس هي رح تبقى عندك ضيفة لفترة كمان. إذا لزمتكن شي أو بتأمري بشي خبريني فوراً، بالمرة الجاية بجيب لكم كل شي إن شاء الله. صحي، خدي هدول. لا والله ما باخدن، المسكينة دقيت على بابي بدي أخد حقلي. إمتين عم تاكلون؟ معقول هالحكي؟ لا لا تفهميني غلط، بس أنا عم قول إذا مرضت لا سمح الله بتلاقيهم معك. طيب ماشي. ألو. نعم عزت آغا. قال شامل بده يحكي معك ضروري. ماشي، وين رح نلتقي أنا وياه؟ ماشي، أنا رايح لعنده. استنى قدام بيت الدكتورة زينب ولا تتحرك، ما بدنا نروح نرمين من إيدينا. يلا. ألو فؤاد، أنا عدنان. عزت رح يجي هلأ على موعده مع عزرائيل وبعدين بتاخد البنت. أمي ليش مقهورة أنتي هلأ؟ أنتي ما شفتي عم عزت اليوم؟ شو ما حكيتي معه؟ عمك عزت مقهور مني كتير، بس مو مشكلة، أنا هلأ جنبك وكنت جاهزة لأعمل أي شي مشان أكون جنبك، ومشان شوفت عيونك الحلوين هدول كنت بدفع كل عمري. ماني ندمانة أبداً.
بحبك فوق ما تتصوري. زهرة اطلعي لبرا يلا. لك شو عم تساوي؟ امي انت شو اللي عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ حذرتك ولا لا ملك؟ قلت لك إذا بتشوفي رح أقتلك. قلت له هالحكي ولا ما قلته؟ اترك اتركني. كيف تروحي وبتشوفي؟ هتخنقني. موتي. أمي أمي ليك اتركي أمي اتركها. اطلعي لبر اطلعي أمي. بعدي عدنان شو صاير؟ ولك شو عم تعمل انت؟ لازم تموتي. قلت لك لا تعمليها يا ملك. اتركني اتركني. تعي زهرة امي. لك انت جنيت اتراك المخلوقة. عمو عدنان زمرد. عمو عدنان افتح الباب. اتصلي بغانم فورا. يلا ماشي. من اول ما وصلت نزعت حياتنا هالمنحوسة. امي ليش ملك؟ ليش ما سمعتي كلمتي؟ أنا ما قلت لك بقتلك؟ ليش قليلي؟ ليش لحتى تخسري روحك؟ أمي! أمي! وقت رح أقتلك كمان رح أقتل حالي معك. رح كون سحبت قلبي ورميته من محله. أنا حبيتك كثير ولحقتك مثل الكلب. ما فكرتي بمشاعري أبداً ولو شوي صغيرة. رح يقتل أمي. أمك بتستاهل كل شي رح يصير فيها. بس أنت لوريه. ما فكرتي بكرامتك الرجال أبداً.
لا تقتل أمي! 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 أبو عدى لتحلها! لا تقتلها! يلا زمرد، لك شو صاير؟ خلاص بكفي. لازم يكون مات. عدنان لا تقتلني الله يخليك. أنا مو فارقة معي والموت أصلاً بيريحني، بس إذا قتلتني زهرة ما راح تتحمل العيشة بهالقصر. أمي 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 إذا حرمت هلأ من أمها راح تموت، راح تموت. ليش ما فكرتي بهالشي ملك قبل ما تروحي وتخوني جوزك؟ صدقني أنا ما عملت شي ولا حتى فكرت إني خونك. أمي أمي ولك افتح الباب عمو عدنان. زهرة شبك، شو في يا بنتي؟ ليش عم تصرخي هيك؟ خالتي فاطمة ساعديني، عمو عدنان رح يقتلها لأمي كرمال الله سعدية. أمي خالي فاطمة سعدي، عمو عدنان بده يموت لأمي. دخيلك جيبي منه المفتاح وخلصي أمي لو سمحتي. لازم تموتي ملك. لا تقتلني كرمال الله عدنان، لا تعملها. تشهدي على روحك. ألو عدنان، لازم تجي، استعجل شوي.
القصة ما خلصت منك. بعد كل شي عملتيه ما رح اسكت واتفرج، وإذا أنا سكتت فالموت أرحم. أمي! 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 زهرة! ما فيك تفوتي، وأمك لسه ما تعاقبت، ومن هلأ اعتبريها مانا موجودة، لأني بس أرجع رح أقتلها. خلاص؟ أمي! أعطيني المفتاح! لك هاتي! هاتي المفتاح! ليش ما عم تفهمي؟ قومي افتحي! لا تحلمي إني أفتحه، لأنه الآغا قال ممنوع. لا! أمي! لا! لا تزعلي ماشي، لا تزعلي حبيبتي، ما رح يقدر يقتلك صديق أمي. أمي أنا بحبك كتير أمي. زهرة! زهرة وقفي! زهرة لبقى ترقدي! أمي! زهرة! ستي لورين! ستي لورين! عمو عدنان حبس أمي بالغرفة ومشي وقال لي بده يقتلها! لو سمحتي اعملي شيء! الله يخليكي تركي أمي تمشي! بترجعكي يا ستي! أنا رح ضل بالقصر وبعمل كل شي بتطلبيه ومن تمساك. بوس رجليكي حاولي تمنعي. أمي هي كل حياتي وانت بتعرفي كيف التقينا. إذا خسرت أنا والله بموت كمان. لو سمحتي امنعي. ايه وين جثة عزت؟ خلوني شوفها. قوصنا عليه رصاص مثل المطار، ولما دخلنا لجوا لنتأكد ما لقينا غير هاللفحة هاي. أنا بتشكرك عمي، لولاك هلأ أنا كنت ميت. لسه الحياة طويلة قدامك يا ابني، اللي إله عمر ما بتقتله شدة. معك حق. اسمعيني منيح، حاج تبكي وفكري كيف تطلعي من هون. ما رح اطلع من هون. عدنان مصمم انه يقتلك، معصب. ومو قدران يشوف وشك، وانت بتعرفي. بس حالة بنتك خلتني اشفق عليكن. عندك فرصة واحدة إنك تهربي أنت وبنتك. زواجنا من الأساس كان غلطة، ومن وقتها بعرف أنه أمك رح تعذبني. هي السبب اللي صار مع عزت، وهلأ بدها تكمل على عدنان كمان. أمك بتستاهل كل يلي عم بصير فيها.
لا، أمي مستحيل تغلط بي حق حدا. كنتي الصغيرة مو بإيدي ساعد أمك أو حتى مساعدها. في عادات لازم نحترمهم. من لما أمك دخلت هذا الباب وقبلت تكون كن بهالقصر بدها تحترم عوايدنا. وأنا ما طالع بإيدي الشي بنوب. لا، ما فيكن تعملوا هيك. بترجعكن ومنعوه يقتل أمي. منعي لو سمحتي، منعي. أنا ما فيني أعيش من دون أم. تعي تعي يا بنتي، تعي يا حبيبتي، تعي معي، تعي يا روحي. أمي أنا وبهي الحالة كيف بدي أهرب من القصر؟ أنا رح ساعدك لتهربي. بفتح لك الباب وبحجز لك بطاقات السفر. تحملوا حالكن وبتروحوا روحة بلا رجعة. عدنان إذا عرف ما رح يسكت. شو بدك تقلي له؟ اللي بيهمني تختفي أنت وبنتك وما عاد شوفوشكن. ولا تاكلي هم عدنان. مستحيل، أنا هيك بكون عمارت حياة زهرة للخطر. لكن خليكي وانتظري عدنان ليقتلك. يلا اعطيني المفتاح. هاتي، الله يوفقك، هاتي. خليني خلص امي لتهرب قبل ما يرجع عمو عدنان. لو سمحتي افتحي. ايه، لا تنقي على راسي. بدك يعني موت من تحت راسك؟ امي 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 أمي. أمي. أهم شي فؤاد وولاده يلاقوا نرمين، وإذا قرروا يقتلوني رح يكون صعب عليهم يلاقوها. شو هو اللي تغير ما بعرف. لقيتها، عدنان. أكيد عدنان هو اللي متفق مع الجماعة. هو اللي قال لهم يقتلوك. عمي فهمني، انت ليش انقذتني؟ كيف قدر يهرب منكم؟ ثلاث رجال ما قدرتوا على واحد؟ الشرطة جايين لهون. الشرطة؟ يلا يلا نمشي. بابا يلا خلينا نهرب. لا ما عدنان، والله لدفعك الثمن غالي، انت اللي خبرتهم. بابا يلا. لانه عرفت سر كان مخبى يا عزت، سر خطير. شو هو؟ انت واحد من عيلتنا، ضروري ترجع على القصر فورا، لانه عدنان مانو. عمي الشرطه جاي لهم، انا لازم امشي.
وانت كمان بلا ما تتورط بهالمشاكل. شكرا لانك ساعدتني. بوعدك اني اكشف الحقيقه، بس انت دعيلي. الشرطة هيك جايين، خلونا نروح من هون. ما رح يقدر يأذيكي، لا تخافي ماشي؟ عزت ما في أخبار عنه لهلأ. لا مرت عمي، بس رح يرجع. ابني بريء وما عمل أي شيء بنوب، بس ما بيقدر يرجع لحتى تنكشف الحقيقة وتظهر براءته. إن شاء الله زمرد، إن شاء الله. من هالجهة أمي حبيبتي، شو كيفك هلا؟ عمو منصور، شو عم تعمل بالمستشفى؟ حبيت اطمن على امك. ما قلت لي انتو من وين بتعرفوا بعضكم؟ نحن من ضيعة واحدة، وقلت بما انه هي مريضة زيارتها واجب علي. دكتورة زينب عنا حالة إسعاف، جاي فورا. ألو عزات، عدنان اتفق مع فؤاد وهني عم يلاحقوني هلأ. انت دير بالك على نيرمين. وانت شو بدك تعمل بهالحاله؟ انا اذا بلاقي شامل برتاح، ما عندي حل غيره. ماشي. شوفي لقلك، نحن لازم نضب اغراضنا ونهرب من هون باسرع وقت ممكن. احكي لي بصراحه، بشو متورط؟ وين بدك تاخذنا وتروح؟ لا تقلقي، المسا رح حاول دبر مصاري بأي طريقة، وبس ارجع باخدكن ومنهرب من هون. يلا فوتي ضبي الشناتي. غانم آغا، غانم آغا، ساعدني دخيلك. روقي زهرة، شوفي عمو عدنان. عمو عدنان قبل ما يرجع، أمي لازم تطلع وتهرب من القصر لأنه ناوية تلا. عدنان ما عاد رح يقدر يعمل أي شيء بأمك، لهيك لا تخافي عليها. ها؟ بس قال بده يقتل لأمي، ساعدها لو سمحت. ألو بهي خانم، لو تعرفي شو صار.
الأمور تعقدت كتير. عزت طلع عايش والشرطة عم بيدوروا عليه. شو هالحكي؟ معناها ما مات. طيب وعدنان لهلا ما قدرت تحاكي؟ لا لسه ما رجع وما قدرت احكي معه، بس رح احكي معه لما بيرجع. لا تاكلي هم. لا ما خبرت حدا منوب. أهلين وسهلين يا آغا. بما أنه ما وصلنا أخبار عن فؤاد بتكون الشرطة لقطته، وهالشي مو لصالحنا بهالوقت. عزت في مكان واحد رح يلجأ له، بيت شامل. هارون، بيت شامل بيتراقب ليل نهار، وقول لرجال يدوروا على شامل بكل مكان. لازم نسبو عزة ونوصل له. أمرك يا آغا. ليش سكرت التليفون أول ما شفتيني؟ مع مين كنتي عم تحكي بصوت واطي؟ لا آغا، هاي مرته للمختار شاهيناز خانم، عم بتقول إنه حابة تزور بهية خانم. عمو عدنان، كرمال الله لا تقتل امي. لو سمحت لا تقتل عمو عدنان. دخيلك لا تأذي امي. عمو عدنان بوسيدك. عمو عدنان لا تقتل. دخيلك لا تقتل. بوس رجليك لا تقتل. بعدي زهرة، بعدي. عدنان ابني حرام عليك، انت آغا وما بترضى بالظلم. لا تحرم زهرة من ملك. امي ما لها ذنب بنوب. لا تقتل دخيلك. اذا امي ماتت انا ما بتحمل وبوت وراها. لا تقتلها. بعدي وليك. عدنان. امي امي بدي امي. خلص روقي. هلأ ملك، أعطيني سبب واحد لحتى ما أقتلك. سبب واحد يخليني أتراجع. أيها